فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: عندنا أشجار بن أوقفها أجدادنا للمسجد الحرام، هل يجوز؟ أشجار بن، أشجار بن، نعم، أوقفها أجدادنا للمسجد الحرام، نعم، هل يجوز أن نأخذها للمساجد المحتاجة عندنا في بلدنا اليمن؟ ما يجوز صرف الوقف إلى غير جهته ما دام أنه يمكن إيصالها للمسجد الحرام، فيجب أن تنفذ المسجد الحرام، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.